من عباد الله. هذه الأرض عاش عليها صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، عبادة بن الصامت. القدس الشريف وفلسطين هي ميراث الأجداد ومسؤولية الأبناء والأحفاد. باسم المجتمع المدني والحركة الجمعوية لولاية مستغانم نقف وقفة اليوم، وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، وقفة مع الأقصى، وقفة مع القدس. وقفتنا اليوم هو رد وتنديد واستنكار على القرار الإدارة الأمريكية على تحويل السفارة الأمريكية إلى القدس. فنقول بهذه المناسبة وكل باسم ولاية مستغانم وباسم المجتمع المدني ولاية مستغانم نستنكر بشدة على هذا القرار، ونقول للمجتمع الدولي وللمجتمع العربي وللأمة الإسلامية أن تتحرك فورا بأن يكون الرد للهيئة المجلس الأمن والأمم المتحدة بأن ستبقى القدس عاصمة فلسطين، وستبقى فلسطين هي قضية الأمة الإسلامية، وستبقى فلسطين هي محور الأمة العربية الإسلامية.